وصعد على القمة. Oh, here it is. Help me. Can somebody help me? I have four beats in soccer. Yes. في الإطلاق الخاص بنبات المانغروف، هذا اليوم يثبت لنا أن قادة العراق يأخذون التحديات البيئية بجدية. مع نهاية عام 2022، 68 ألف شخص في وسط وجنوب العراق نزحوا من مساكنهم بسبب الجفاف، إلى جانب التأثير على الجانب التراثي والثقافي، الأمر الذي يؤثر على الواقع المعيشي لدى الكثير. يضاف إلى ذلك العواصف الترابية والتأثيرات المناخية الشديدة الأخرى التي تحدث نتيجة التصحر، وفي الوقت الحالي صارت تساهم بعدم استقرار. أعتقد أن هذا الافتتاح المدعوم من منظمة الأغذية والدواء العالمية بالتعاون مع الحكومة والمختصين بهذا الأمر يفتح المجال أمام العديد من الفرص، وخلف ذلك يقع التغيير الحقيقي ويفتح الفرص أمامنا لمساندة الأشخاص المتضررين. ويمكن ترجمة هذا التغيير إلى إمكانيات تجعل هذه التحديات أقل وقعاً وتعطي مجال للنمو والفرص الجديدة. على سبيل المثال، إذا الحكومة استطاعت الوصول إلى سوق المنظمات التطوعية المعنية ودعم بعض برامجها لمواجهة التغير المناخي، هذا سيوفر مصادر جيدة ومجانية للتطوير في مناطق أخرى وإلى اقتصاد أخضر جديد، والذي يتضمن الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة والتي بإمكانها فتح المجال أمام فرص العمل وتساهم في النمو البيئي. وفي الحالتين هذه المساهمة ليست مضرة بل العكس، قد تعود بالنفع الكثير فيما لو تم تنفيذها بشكل استراتيجي. الشركات من قبل عدة مصادر والإمكانات من عدة جهات من ضمنها الحكومات المحلية والأمم المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين، هذه الشركات هي سبيل التقدم إلى الأمام. أمل أن أرى تطور في هكذا تعاون، كما تعمل الحكومة العراقية على تنفيذ خططها بما يخص التغير المناخي على أرض الواقع وبشكل جزئي. وخلال وقتنا الحالي العمل متجه لتثبيت هذه الأهداف التطويرية، وكما سيكون في المؤتمر المناخي الذي سيقام في الإمارات في شهر تشرين الثاني. بالحديث عن الشركات، دعوني أحدثكم لماذا نحن هنا اليوم. كما قال المتحدثون، هذا النوع من المانغروف بإمكانه أن ينتج مليون شتلة بالعام، وعلى هذا الأساس نأمل أن يصل العدد لزراعة 5 مليون شجرة مانغروف بحلول عام 2028. هذه الأشجار تساهم في التقليل من انبعاثات الكربون، كما أنها تعد فرصة جيدة لتطوير السياحة البيئية والأمن الغذائي. كما يعلم الجميع أن التغير المناخي هو أحد أكبر التحديات العالمية التي نواجهها جميعاً، وفي العراق الناس بدأوا يشعرون بتأثير العيش في ظلها. بالنظر حولنا اليوم، بالرغم من صعوبة الأمر، إلا أننا محاطون بالأشخاص الذين يقودون نحو مواجهة التغير المناخي. داعما لمبادرة دولة رئيس مجلس الوزراء لزراعة 5 مليون شجرة، والتي أعلن عنها دولته في كلمته خلال افتتاحه لمؤتمر التغير المناخي الذي عقد في محافظة البصرة خلال شهر آذار الماضي، وتأتي متوائمة مع الخطة الدولة في تكثيف المشروعات البيئية والاستناد إلى الحلول القائمة على الطبيعة وخدمات النظم الأيكولوجية ومكافحة التصحر لمجابهة آثار التغيرات المناخية. إن إطلاق مثل هذه المشاريع تعد من أهم أدوات التنسيق بين العديد من الوزارات كالزراعة والبيئة والموارد المائية والتعليم العالي والحكومات المحلية للمساهمة في تحقيق خطط الدولة ضمن ملف التنمية المستدامة وتحقيق الهدف البيئي للمشاريع، حيث يساهم التوسع في تنفيذه الحد من مخاطر التغيرات المناخية. قدم من أجل الحفاظ على سواحلنا وتنميتها بيئيا، فإن وزارتنا تدعم تنفيذ هذا المشروع، وسنعمل على تقييم كافة مراحل هذا المشروع لغرض دعم مخرجاته الإيجابية والتوسع مستقبلا في زراعة سواحل أخرى. وقد وجهنا مديرية التغيرات المناخية في وزارتنا أن تقوم على إدخال هذه الأشجار التي سيتم زراعتها ضمن سوق الكربون العالمي، وبالتالي ممكن أن توفر دعما ماليا لاستدامتها أو استخدامها لتعزيز رصيد العراق
للكربون. هذا المشروع بجهود هذا الرجل، يعني حتى تكون صادف أنه دكتور درغام النائب الإداري لمحافظ البصرة والأخوة في جامعة البصرة ومديرية الزراعة عازمين أن هذا المشروع ينجح. هذا المشروع قد بدأوا به قبل سنة تقريبا، بالعام الماضي تم زراعة أشجار مانغروف. جزء بالبداية استوردنا شجيرة، لكن بعدها جلبنا بذور وأنبتناها في مشات المحافظة البصرة اللي خاصة بالمحافظة، واليوم عدة 42 ألف نبتة أو شتلة جاهزة للزراعة. الأهم من هذا كله أنه جلبنا أنظار العالم أنه بيئة العراق يجب أن تتحسن. بيئة العراق تضررت كثيرا من كل العوامل، من عوامل حرق الغاز، من عوامل قلة الإطلاقات المائية من دول الجوار، من دول المنبع. لذلك أنه علينا أن نهتم بالبيئة للأجيال القادمة. اليوم هذه التجربة نسعى أن تصل إلى 1,000,000 شجرة مانغروف، بل البعض قد يقول أنه مبالغ. نسعى أنه تكون هذه المنطقة عبارة عن غابات للمانغروف، ملايين الأشجار، بما أنه نجحنا بإنبات هذا النبات في محافظة البصرة. اليوم شفتي ممثلة الأمين عام الأمم المتحدة حاضرة إلى هذا الموقع في هذه الظروف الحارة في محافظة البصرة. درجة حرارة اليوم شفتها عالية جدا، و WFP أيضا كانوا حاضرين، وممثل عن الحكومة الألمانية وجامعة البصرة ممثلة بالسيد دكتور سعد شاهين رئيس الجامعة للبدء بهذه التجربة. أنني سرور جدا وسعيد أن أتي إلى محافظة البصرة اللي في اليوم الثاني لي بزيارتي للعراق، لذلك هذه فرصة رائعة جدا حتى أقضي يوما هنا خارج المدينة لكي أرى ما هو المسار الذي يجري حاليا في منطقة أو في محافظة البصرة. وأيضا أنا ممتن جدا لي بالنسبة لي شخصيا والحكومة الألمانية أن نكون جزءا من هذا التعاون ومن هذه المبادرة. بشكل أساسي اليوم هو ليس حول المعجزات التي كنت تحقق الطبيعة وكيف يمكن للطبيعة أن تحقق كل هذه الفوائد من خلال نبتة صغيرة وهي نبتة المانغروف. إذا أردتم أن تستمر هذه المبادرات في المستقبل وهذه المشاريع، يتوجب علينا أن نشكل أو نعزز مجهوداتنا معا في العراق حتى نجد تخفيف للمناخ أو التأثير التغيرات المناخية، ونتعاون مع الجهات الدولية. فلذلك أن العراق قد قام ب قطع معاهدة على نفسه بتخفيف 1.5 درجة مئوية حتى سنة 2030، لذلك هذا التزام كبير بالنسبة للعراق. هذا في الإطار الاقتصادي، أن الاستثمار في المانغروف له منافع. قد يفكر هي سعرها تقريبا 4 دولارات، إذا كان هناك شخص ليس مقتنع بالجوانب المنطقية أو الجوانب المناخية، إذن بالإضافة إلى هذه المنافع الأخرى هناك منافع اقتصادية لزراعة المانغروف. لذلك أيضا المشروع المانغروف أيضا هو يشكل أو يخلق العديد من الفوائد فيما يتعلق في التربة وتخفيف النقص الموجود في الماء. لذلك من المهم جدا أن نعيد تعريف نبتة المانغروف في العراق كدولة وفي محافظة البصرة بشكل خاص. لذلك نحن كشريك قريب مع الحكومة العراقية ومع البرنامج الأغذية العالمي، لذلك سوف نستمر بدعم هذا المشروع في المستقبل. لذلك يمكننا أن نعلم بفخر اليوم أن الحكومة الألمانية قد خصصت في المستقبل 11,000,000 يورو من هذه السنة لبرنامج الغذاء العالمي. وهنالك جهود أيضا مبذولة بخصوص هذا الموضوع، وهنالك أيضا مبادرات إبداعية، ونحن نعمل بصورة قريبة مع السادة الحاضرون هنا من أجل العراق. ولكن الشيء الأكثر أهمية هو ما أشار إليه سيد بوكر، أن الاستثمار في هذا المشروع هو استثمار جيد وسوف يكون له عائدات إيجابية كثيرة.
فهذا أيضا يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار من قبل المحافظة، وهو استثمار يجب أن يكون محط أنظار هذه الاستثمارات. إن العراق يحتاج لمثل هذه الاستثمارات في خضم هذه التغيرات المناخية المتطرفة. المجتمعات الموجودة هنا والمجتمعات المدنية لها القابلية على التأقلم مع مثل هذه المشاريع. هذا المشروع هو مشروع مهم واستراتيجي لمحافظة البصرة. مثل ما تعرف احنا أهل البصرة يعانون كثير من الأمراض بسبب التلوث الموجود بالبيئة، فلذلك هذا المشروع راح يساهم بشكل أساسي بعد سنوات إن شاء الله راح يكون أثر بيئي كبير، تحسن الهواء، تحسن يعني مستوى التلوث يعني راح يكون ينخفض. هذا راح يساهم بشكل أساسي على صحة المواطنين. هذا المشروع اليوم بجهود من جامعة البصرة، مركز علوم البحار، كلية الزراعة، مديرية الزراعة، بقية الدوائر الخدمية البلديات، وبشراف من محافظة البصرة. التمويل لهذا المشروع كان من منظمة البرنامج الأمم المتحدة للغذاء. يعني كمحافظة ما أنفقنا أموال على هذا المشروع، لكن التمويل منعتهم، لكن كانت الإدارة والتخطيط وكل الأمور اللوجستية الأخرى وفرتها للمحافظة. هذا المشروع بالتأكيد مهم، يحتاج دعم أكثر، يرد تمويل من الحكومة المركزية أكثر، لأن احنا اليوم بحاجة نحمي بيئتنا ونحمي ناسنا. يعني هل هو أحد نتائج مؤتمر المناخ اللي عقد في محافظة البصرة؟ بالتأكيد مؤتمر المناخ ساهم في دعم هذا المشروع. هذا المشروع أسبق من مؤتمر المناخ، لكن مؤتمر المناخ ركز الأنظار، طرحت فكرة المشروع في مؤتمر المناخ، وساهم مؤتمر المناخ أيضا في تركيز هذا المشروع. قد يجذب كثير من الأموال إلى محافظة البصرة من خلال ما يسمى بالكربون كريديت. اليوم العراق ممكن أن يدخل السوق العالمي ويتلقى كثير من الدعم المادي.